قصص واقعية تنقل لكم معاناة أناس بسطاء ينتظرون منكم المساعدة وجهت نداء الجمهور حصة الفهامة جمهور قناة النهار بالخصوص ثاني طالب إعانة إن شاء الله قطرة مع قطرة تولي غدير إن شاء الله العكازة هذه من اللي عندي واحد سنوات بديت نفشل يعني كانت تعاونني نسبة ثلاثين ربعين بالمئة والله غير اختي ما نكذبش عليك يا الاخت نسوف سفريت بشو ما سفريت والله غير سفريت كيما البنات سبع سنين وهما يعانوا بهذا السكر سبع سنين وهما يعانوا وانا سبع سنين وانا نعاني معاهم نعاني ما ترقديش ليل ونهار كل دقيقه تحشك تشوفيهم يتقيا وتقولي خلاص غير نشوفهم يتقيا ونولي نموت انا انا نموت في بلاصتهم أول كلمة شكر نمدها لزوج تاعي <applause> ما ننساش كان واقف معايا يعني وقفت كيما نقول احنا راجل صح كان في حل معايا نشكركم توما اللي وقفتوا معايا وبثيتوا الحلقة تاعي ممكن كانت هي يعني السبب انه الناس تشوفني وتوقف معايا